مأساة ملكية، جريمة قتل الملك فيصل بن عبد العزيز على يد أحد أفراد عائلته. شهدت المملكة العربية السعودية في منعطفات حرجة مختلفة في تاريخها لحظات حاسمة تركت بصمة لا تمحى على سردها، ومن بين هذه الأحداث يبرز اغتيال الملك فيصل باعتباره فصلاً مظلماً محاطاً بالأسئلة العالقة والغموض الذي لا يزال قائماً حتى اليوم. لقد كان الملك فيصل معروفاً عالمياً بقيادته الرصينة وتصميمه الذي لا يتزعزع ودفاعه القوي عن القضايا العربية، لكن التحول الصادم في قصته حدث داخل أسرته، حيث أصبح ابن أخيه الشاب المقيم في الخارج مرتكب جريمة بشعة. ويظل السؤال المقلق قائماً، كيف تورط هذا الأمير في مثل هذا العمل الشنيع؟ وما هي الدوافع التي دفعته إلى الانقلاب على أقربائه؟ كانت الأحداث المأساوية التي حدثت بمثابة تحول عميق ومحزن في مسار العائلة المالكة السعودية، حيث تفككت الثقة وتحولت إلى خيبة أمل، وتحول الأقارب إلى منافسين وقتلة. هز صباح يوم 25 من مارس عام 1975 المشؤوم المملكة العربية السعودية حتى النخاع، حيث ترددت أنباء الحادث المروع خارج حدودها. لقد تكشفت قصة اغتيال الملك فيصل بن عبد العزيز على يد ابن أخيه الأمير فيصل بن سعد بن عبد العزيز بطريقة درامية. فبعد اقتحام مكتب الملك أثناء اجتماعه مع وزير النفط الكويتي عبد المطلب الكاظمي، أطلق ابن أخيه 3 رصاصات على عمه، اخترقت إحداها الوريد، مما أدى إلى وفاة الملك على الفور. كافح الحراس في الديوان الملكي لإخضاع الأمير القاتل، وفي أعقاب الفوضى تم نقل جثة الملك الهامدة على عجل إلى المستشفى في محاولة يائسة لإنقاذه، لكن للأسف لم يكن القدر لصالح الملك فيصل في ذلك اليوم المشؤوم. وفي أعقاب جريمة قتل الملك، نسبت السلطات السعودية الفعل في البداية إلى رجل مختل عقلياً، لكن مع تطور التحقيقات وخضوع الأمير للتدقيق، تبين أنه كان يتمتع بصحة عقلية سليمة عندما قام بهذا الفعل الشنيع. لقد تغير السرد المحيط بالجريمة، مما كشف عن حقيقة مروعة، وهي أن إراقة الدماء داخل العائلة المالكة لم يكن نتيجة الجنون، بل كان عملاً محسوباً ومتعمداً من أعمال العنف. وتمكن الأمير رغم مراقبته عن كثب من اختراق الإجراءات الأمنية وارتكاب الجريمة بحضور مبعوث كويتي يرافق وزير النفط. بعد فترة من التحقيق والإجراءات القانونية، أدين الأمير بقتل الملك وحكم عليه بالإعدام. تم تنفيذ الإعدام في ساحة عامة بالرياض في 18 من يونيو عام 1975، حيث واجه الأمير قطع رأسه بالسيف وشهده الجمهور. وبقيت الدوافع والأسباب وراء هذه الجريمة البشعة محل تكهنات ونقاشات حادة. ما الذي دفع أحد أفراد العائلة المالكة، وهو شخص قريب من السلطة والامتيازات، إلى الانقلاب على رب الأسرة ذاته؟ أثار لغز اغتيال الأمير فيصل بن سعد لعمه الملك العديد من التكهنات والنقاشات، ونسج رواية معقدة تأرجحت بين الثأر الشخصي والتآمر الدولي. ومع ذلك تم رفض إحدى القصص المزعومة التي تنسب تصرف الأمير إلى إدمان المخدرات. إن الخوض في تعقيدات خلفية الأمير فيصل وديناميكياته العائلة يوفر نظرة ثاقبة للدوافع المحتملة وراء هذا القتل الصادم. وكان للأمير فيصل بن سعد أخ أكبر منه، وهو الأمير خالد بن سعد، الذي كانت حساسيته الدينية تقترب من التطرف. ففي عام 1965 اتخذ الملك فيصل بن عبد العزيز قراراً محورياً بإنشاء مؤسسة التلفزيون السعودي، مما يمثل خطوة مهمة في رؤيته للإصلاح والتحديث المجتمعي. إلا أن الأمير خالد عارض هذه الخطوة بشدة، معتبراً أنها تشكل تهديداً للقيم الإسلامية والمبادئ المجتمعية. تجاوزت معارضته الخطاب اللفظي، وبلغت تأذيرتها بتنظيم مظاهرات ضد قرار الملك.
دفعت شدة موقف الأمير خالد الأجهزة الأمنية إلى إصدار مذكرة اعتقال، مما أدى إلى مواجهة أدت إلى مقتل الأمير برصاصة الشرطة. في أعقاب وفاة الأمير خالد، طلبت عائلته المساءلة عن تصرفات الشرطي، إلا أن طلبهم رفض حيث اعتبرت وزارة الداخلية بقيادة فهد بن طلال تصرفات الشرطي بمثابة القيام بواجبات رسمية. من المحتمل أن يؤدي هذا الحرمان من العدالة إلى تأجيج نيران الاستياء داخل الأمير فيصل، الذي ربما كانت لديه رغبة عميقة في الانتقام لمقتل أخيه الأكبر في عهد الملك، بدلاً من السعي للانتقام من الشخص المسؤول عن إطلاق النار المميت. في حادثة موازية، واجه الأمير فيصل بن سعد محنة لدى عودته إلى السعودية في مارس آذار عام 1975 بعد استكمال الدراسة والتدريب في الولايات المتحدة الأمريكية، وصادرت السلطات السعودية جواز سفره، مما أعاق حقه في السفر. بناء على معلومات قدمتها الولايات المتحدة بشأن تورطه المزعوم في قضايا تتعلق بالمخدرات، وعلى الرغم من نفيه الشديد لأي علاقة بهذه الشائعات، إلا أن الأمير فيصل وجد نفسه متورطاً في القرار السعودي. وبعد سنوات تأكد أن هذه الشكوك لا أساس لها من الصحة، وأنها مجرد شائعات، لكن التداعيات كانت وخيمة وتجلت في خفض المخصصات المالية واقتراح مواصلة مهنة التدريس في إحدى جامعات البلاد. يضيف هذا الحادث طبقة أخرى من النسيج المعقد لدوافع الأمير فيصل، إن الظلم والإذلال الذي تعرض له على يد السلطات السعودية بالإضافة إلى الاتهامات الباطلة كان من الممكن أن تؤجج استياءه وتعمق إحساسه بالخيانة. ربما قد يكون التقارب بين المأساة العائلية والشدائد الشخصية قد تشابك، مما أثر على قرار الأمير فيصل باتخاذ إجراءات متطرفة ضد أعلى سلطة في البلاد، عمه الملك. إن التخمين الذي يربط اغتيال الملك فيصل بمؤامرة دولية ينبع من دعمه الثابت للقضية الفلسطينية مالياً ومعنوياً، على الرغم من تعرضه لضغوط دولية وإقليمية كبيرة. إن الخبرة السياسية الواسعة التي يتمتع بها الملك فيصل وفهمه العميق للأسرار والتكتيكات الدبلوماسية التي اكتسبها خلال السنوات التي قضاها كوزير للخارجية قبل صعوده إلى العرش، جعلته مدفعاً هائلاً عن القضايا العربية والإسلامية. واستمر دوره المزدوج كملك ووزير للخارجية منذ صعوده حتى يوم اغتياله المأساوي، مما عزز شخصيته الكاريزمية والمهيبة على المسرح العالمي. وفي عهد الملك فيصل شهدت لحظات مفصلية ومواقف حازمة ضد إسرائيل وحلفائها، رداً على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل خلال حرب يوم الغفران عام 1973، اتخذ الملك فيصل قراراً جريئاً بقطع إمدادات النفط عن الولايات المتحدة وبعض الحلفاء الغربيين. وأكدت هذه الخطوة الاستراتيجية التزام المملكة بالدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، وكشف عن زعيم لا يلين في مواجهة الضغوط الخارجية. كانت حرب الغفران هي صراع تشاركت فيه دول عربية بقيادة مصر وسوريا ضد إسرائيل، وكانت بمثابة نقطة تحول حاسمة في تاريخ الشرق الأوسط، وبهدف استعادة الأراضي التي فقدتها في حرب عام 1967 حيث احتلت إسرائيل الأراضي العربية، لعبت المملكة العربية السعودية بقيادة الملك فيصل دوراً محورياً في دعم الجبهة العربية. وقد عزز الدعم المالي من المملكة العربية السعودية دول التحالف العربي، ومكنها من تمويل جيوشها وتزويدها بالموارد العسكرية الأساسية. إن تضامن المملكة مع القضايا العربية يؤكد التزامها بالحفاظ على الحقوق العربية المشروعة. كان لقرار قطع إمدادات النفط، وهي خطوة جريئة تم تنفيذها بالتنسيق مع دول أوبك خلال أزمة أو صدمة النفط الأولى، تداعيات عالمية عميقة، وقد تردد صدى تأثيرها في جميع أنحاء الاقتصاد الدولي، مما أثار انقسامات وأثار المناقشات حول مؤامرة مزعومة لاغتيال الملك فيصل. وتكهن البعض بأن القوى الغربية التي تعاني من فقدان موارد النفط ربما تكون هي من دبرت المؤامرة،
وبحسب القصص المتداولة فإن ابن شقيق الملك فيصل الذي أمضى فترة كبيرة في الولايات المتحدة كان يحمل آراء عدائية اتجاه الأسرة الحاكمة، معتبرا أنها تعيق تقدم المملكة العربية السعودية. وقد اكتسبت فكرة تجنيد ابن الأخ لمثل هذه المؤامرة الشنيعة زخما، مما ساهم في ظهور نظريات المؤامرة المحيطة بوفاة الملك المفاجئة. تشكل الخيوط المتشابكة والمناورات الجيوسياسية والتداعيات الاقتصادية والخلاف العائلي خلفية معقدة لمأساة اغتيال الملك فيصل، وتشير الرواية إلى وجود زعيم في سعيه لتحقيق العدالة والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، ربما أصبح هدفاً للمكائد الدولية التي تسعى إلى زعزعة استقرار المملكة. كل هذه التحليلات والتفسيرات التي حاولت إزالة الغموض عن هذا الحادث لم تنتهي رغم مرور عدة عقود. لم يرضى فضول الجمهور الشديد حول السبب الرئيسي والدافع عن تصرف الأمير، وفي هذا الصدد تحدث في لقاء تلفزيوني أجراه أحد أعمامه عن الأمير طلال بن عبد العزيز شقيق الملك فيصل، ونفى بشكل قاطع أن تكون هناك أسباب شخصية أو مؤامرة دولية دفعت الأمير إلى إطلاق النار على عمه. التحقيق في هذه القضية استغرق أكثر من شهر، تم خلاله دراسة كل المسارات ومتابعة كل الاحتمالات الممكنة، وفي النهاية لم يتوصلوا إلى سبب مقنع. وفي الختام يظل الملك فيصل بن عبد العزيز شخصية بارزة في تاريخ المملكة العربية السعودية، حيث استطاع أن يتخذ القيادة الرشيدة ويتخذ القرارات الصعبة في وقت حساس، وكان له الأثر الكبير في تشكيل المسار وتوجيهه. المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، وكانت نهايته مأساوية وغير متوقعة، وتركت الجميع في حيرة من أمرهم. فما رأيكم أنتم مشاهدين الكرام؟ من يكون السبب الحقيقي وراء قتل الملك فيصل بن عبد العزيز؟ هل هو دافع شخصي؟ أم هي مؤامرة دولية سعت إلى قتل أحد رموز المقاومة العربية؟ لا تنسوا إخبارنا بأرائكم في التعليقات أدناه، كما لا تنسوا مشاهدين الكرام دعمنا بزر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله.